فهد تعال. لا اله الا الله. يوم 60 يوجع اكثر من خروجك مثلا في اليوم 77 ولا البرايم جاي. ليش ليش اقول لك ليش؟ اول شيء لان اللي رفيقك في اليوم 77 اكيد ان شاء الله قدم اللي عليه، عرفت كيف؟ تفرح له. وثاني شيء خلاص ما عاد اصلا يعني 10 ايام وبتقابله، ما عاد به شيء يعني، اللهم لك الحمد. يعني وش كلها اسبوع ان شاء الله معودين لكم باذن الله، وهذه خير اختارها الله، شئنا ما بينا. اي والله ترى الواحد يدعو باللي فيه الخير. اخذنا اللي قسمها الله، وكل الشكر والاجلال الرب من وجهه الخير، جملنا ووفقنا الحمد لله. ما زال انا بطلبك في طلب بسيط. ابشر والله بس ابي سريرك. محمد الرجال شغلني يا اخي، متى تطلع ابراهيم؟ اطلع يا اخوي ابي سريرك. سريرك عاد طلعت قبلك انا. سبحان الله، انت مثل اللي يبي ابوه يموت عشان يورث وما توب وحي. كانك رانك موجود في قلبي يا بعد راس. انا معين والله يا ابو هذال. هذا والله والله ما جيت، والله العظيم ثم والله العظيم اني 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 اني, إني, إني اقولها وانا والله وكلام وكلام من ينشد منها الله. ما في يوم من الايام جيت استشرته في شيء الا اعطاني الشور الطيب، اللي ما يعطى الا من الاخوه لاخوه. والله يبيض وجهك. والله يا ابو والله ما لحقني فيك شك يا ابو نايف، وعارفك وعارف اللي في خاطرك، وانت اخو دنيا، رب اخ لم تلده هو اللي اخوك. والحمد لله. يلا يلا فهد يا فهد. هاي هاي شلون؟ قالوا لي طيب، قلت ماني طيب. بس ماني طيب يا ابو هدا. الله يوفقك على وجهي يا ابو عزيز. والله يا ابو هذال انك ثقيله. اي والله الله يطول عمرك، ما تفاقدني، ما انت فاقدني في ذمتي، ولا هو باخر العهد يا ابو عزي. مو بتل العهد و10 ايام بشوفك، لكن والله ما بيك تفارقني ساعه. يا بعد راسك يا ابو عزي، الله لا يفرقنا. قل امين. اللهم ان شاء الله تكون انت من الرجال اللي عرفتم بدايه البرنامج ودخلت فيه ودخلت فيني، اخوتي معك ترقى من يومني عرفتك ليومك ذا. بيض الله وجهك، وانت والله والله العظيم مال. والله اني اتشرف في اخوتك. اي والله والله اني كذلك يا نايف، ومواقفك معي مهيب ومواقف شوي. والله العظيم اني قبل يومين اني ما ارفض ارفع، واني ما يوم جيت معك قال اجي همك. مالي فضل والله، مالي فضل. الا والله بيض الله والله مالي فضل. والله ما بيك تقوله. والله العظيم والله ما بيك تقوله يا نايف. والله مالي فضل. يخليني من هالراس اخو، واللي عندي كلها فداك وفدرجك يا بعد. اي والله لا شي ابو عنزي الله كان يجي. ها الحين لو قلت شغله عاش والله عاش والله بتزعلون. الله يا ابو هدا الله يكتب لك بالخير. خير عاد والله كان عندي ليله الاسبوع هذا جايبه من انت تركت بعض لو لك واحد. انا ودي ارى عمر انت تتكلم قبل لا تكمل. انا ابو الدنيا هنا. ها؟ اقول انا ابو الدنيا هنا. يا خير ما هو اسمه هذا. تخيل بالهجاوي. الف بقى يا ابو مرحب. الحمد لله. عساكم ما توقفوني اثنين على الستيج. وحصلت. هذا حدث كارثه. همهم يدورون الاحداث والشو، هذا هو. الحمد لله. هذا كارثه. اسال الله ان يوفقك في مسيرتك، وانت ناجح ما فيها واحد اثنين، ما شاء الله تبارك الله. اسال الله ان يوفقك. وش كلمتك يا محمد؟ يا حبيبي وافي، وانا من الناس اللي امس قلت لك في الامسيه احب كلامك ومنطوقك وشعرك. صدقني يا ابو هدال معك في اي مكان. لا البارح مدفوع لك انت تعزيز وضحك. لا اجمع ووعدني بقصيده هو ما بيظهر من هنا الا هو قايلها. الله يوفقك يا ابو هدال. الله يسعدك. راك ثاني ركون. الباب عمر بن لهيب يبقى هنا ركان بالهباب. ما لحقني شك. بس هذا اللي بقوله. والله يبيض وجهك ولا يخليني منك يا حبيبي. ابو هي ابو هذال جعلها يسر. وانا اقول هذا حق بيل. والله ما في يوم جيت من الايام نشته. يعني اعتبره اخوي اللي كبير يشهد الله. الله يكبر قدرك. استشرته في مشوره ولا في ذا، لا اعطاني الشور الصحيح.
انا اقول ابو هذا انت بتطلع من هنا ايام، ما نبقى لك انت بتنجح، انت خابر من عمرك وخابر من مكانك ما شاء الله تبارك الله. لكن اللهم لك الحمد يعني ان خروجك هذا ما جاء في مما يخفف علينا وطأة خروجك انه جاء في نهايه البرنامج. الحمد لله انت شوف طال عمرك، لكن نسال الله جل في علاه يوفقك يا ربي. امين. اشوفك والله ابو. اي والله ما لحقني في شك. انت تقدم فصفوص يا ابو هذال، لكن ذا الحين بتخطاك تسمع اللي في اصدر اخوانك. ابو هذال ما يوفي حقي، اخو وافي ودرع جنب، ما نجيه الا مسفهل وجناب طيب، والكلام والله العظيم انه يعجز في ابو هذال. لكن اللي بقول له اني ان شاء الله اني ما فقدت، هو 10 ايام وبقابله، لكن انا ما ودني يفارقني ساعه واحده. يا بعد يستاهل. الله لا يجيب الفراق. يستاهل ابو هذال. والله يجعل ربي يوفقك ابو هذال ويسهل امرك. اللهم امين. وانت نجم وناجح. الحمد لله. اكثرهم يقول هذه بدايه نجاحك، انت نجحت قبل تطلع. يا الحمد لله. اي والله. والله يوفقك ان شاء الله يا ابو هذال. عليك زود في كلامك الطيب يا ابو عنزي اللي غير مستغرب منك. لا. رجال. ومكسب كل واحد يعرفه، والله اني اقوله انا صادق، والله العظيم انه رجل رجل بما تعنيه الكلمه، رجال بما تعنيه الكلمه فعلا، والله اني اقوله انا صادق، واني منصدم صدمه ما اعلم فيها غير الله من خروجه. واللي اول كلهم على الستيج والله ان كل ابوهم غالي، ابو هذال في اي مكان يحل فيه نجم ساطع، رضى من رضى وزعل من زعل، يستاهل. يفرض نفسه طرقا عن الكل. يستاهل. بشخصيته بشعره ما شاء الله تبارك الرحمن، نبي ننجم في اي مكان يروح له، واتمنى له والله التوفيق. وانا اقول صراحه كان عوده وكل بيها ما هو دايم على الكيف. اي والله ما هي بعد. وانا اقول صراحه انا والله العظيم اني منصدم، لكن والله اني كسبت معرفه رجال انا من قبل البرنامج، والله اني اتابع. يستاهل. ومن فضل الله علي اني عرفته في البرنامج وكسبته كأخو، والله انه من الروح فيها. يستاهل ابو هذا. شربي والله يا ابو. يعني والله مصدم عليك زود في كلامك الطيب اللي قلته. مكسب الا الربع ضاع. اللي اشوفه في عيونك قبل لا تقول. والله اني منصدم. اي والله. مصدوم جدا يعني احس انه مفصد. لا تنصدم اسبوع ان شاء الله احنا. ما به ان شاء الله بعد. وهو هو اللي هونها على قولة عادل، اللي هونها على قولة عادل انها في اخر البرنامج. يا رجال عادل نبيها طلع يوسع خاطره. والله اني جايب ريالتي ترى للاسبوع هذا، جبت ريالتي مرمى الله كباب. يا رجال انتم لا تعتبرون انها طالع، اعتبرون انها مستاذ من الاداره خمس ايام. يا اخوي اعطينا مجال يا اخوي، يظهر عطرك مجال. الاسبوع الجاي خاطرك. انتم رياجيل تاكلون بيمانيكم يا ابو حسن. عليك سود يا ابو هدى، ولما انك ظهرت ساعه والله فقدناك. يا بعد راسي. فهودي. ما تفقدون غالي. عمر بن هذال. ارحب. انا يوم طلعت في ال 24 ساعه جاني فريق دعمك كلهم عندي بالسناب. ايه الصرايا فهد ذا، هذا دليل محبه جمهورك. الحمد وانا اعد عمري عمر بن هذال. ابشر كفو والله يا فهد. وقالوها الشباب ان اسبوع بتعود، فاذا ممكن نبي نفقدك. يا حبيبي يا فهد عساك ما تفقد. وانت نجم ونبي نفقد محاوراتك، وانا اكثر واحد تعبتني بصفقه اليدين، لكن ابشر بي برا البرنامج. ما لحقني شك والله يا فهد. سلطان. يا سلام. الا انت ايش اقول لك، امس احنا اشوف امسيتك اقول هذا شاعر عظيم، احنا حولك جماهير، انا اشوفك عظيم والله العظيم. الله يعظم قدرك. والله خليك ارفع قدرك. وثاني شيء راح نفتقد في هذه الايام روحك الحلوه وصوتك صوت القرار وضحكتك الحلوه، فالله يسعدك اينما كنت، وانت ناجح يا عمر ما يحتاج يعني. الله يطول عمرك. هذا الشيء اللي يخفف علينا انك ناجح بدون الله ما يرفع قدرك يا سلطان، وان شاء الله نشوفك في ميزان من احد اعظم الاعمال اليدويه يا سلطان. من بعدك وانت تعلم مني. الله يقبلك يا سلطان. الله يوفقك ويسر امرك ويحقق لك ما تمنى يا كريم. الشيء الثاني انا اقول عمر بن هذال هو احد اعمده برنامج كاريزما، وموهوب وشاعر جزل، ولا هو انا اللي يقيمه. لا والله تقيمني. الله يرفع قدرك ويطول عمرك. كذلك عده من الاخوان الكبار اللي نشاورهم وعلى ما قال نتعلم منهم ونستفيد منهم، لكن اللي يهونها انها اسبوع ان شاء الله والكل باذن الله راجع. باذن الله. فعسى الله ييسر امرك ويجعلها بدايه خير ونجاح لك يا كريم. باذن الله. الاثنين ذا اللي متقادين
هم كبارنا بالقدر. نعم ما عليك زود يا محمد والله ما عليك زود، هم لانهم يستاهلون بالقدر ولا نشاور الله هم ذا الاثنين من غير قصورهم في الربع الباقين كله. والله تاخذون اشواركم من روسكم وزهرة اشواركم طيبة. ما عليك زود ابو هدال الله يوفقك ويسر امرك ويسدد خطاك. اللهم خلصت من خطوة تبدأ في خطوة ثانية. أنت ناجح ما شاء الله عليك وموهوب. الرسالة اللي مني لك الله يوفقك ويسر أمرك ويبيحك ويحللك. الله يجزاك شم. ما شاء الله تبارك الله. تواجدك في البرنامج كان يعني له أثر كبير. أتوقع أنه جماهيريتك ما شاء الله تبارك الله خير دليل. فهد يذكر عادل فعلا كانت أغلب الرسائل تجينا وكثير من الشباب لكن كانوا يقولون حرص عمر حرص عمر ما ودنا. لكن أنا أقول أنا سألت عمر قبل يدخل برايم سؤال كان ودك بتطلعة حلف لي بالله العظيم أنه ما وده يطلع أنه وده يكمل ويواصل لكن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر هالشيء. الحمد لله. لعل الله سبحانه وتعالى اختار لك الخير وأنا أقول لي أنا والزملائي وكل من يسمعني الحين أن الظروف أحياناً أحكام وتجبر الواحد على أنه يروح لشيء ما يبيه. وشديت حيلك أنت هالأسبوع وحاولت تحافظ على خطواتك لكن الظروف اللي أجبرتك خلتك تبدأ طريق جديد للنجاح خارج البرنامج يا رب لك. ولكن الأثر اللي تركته بقلوبنا عظيم جداً. هذا هو الطمع. والله يرحم من جابك يجعله بالجنة. الله يطول عمرك. واللي خلف ما جاب أنا قلت لك هالكلام شهد بالله العظيم إنها اللي خلف ما مات اللي خلف ما مات اللي خلف ما مات يشهد بالله إنه خلف رجال إن ما عليك زود يا يعد مع الرجاجيل بيض الله وجهك والله يوفقك وين ما رحت. الله يوفقك. وتعرف أنت إن شعرك يعجبني وأحب أسمع له دائم وأنت نبي نسمع شعرك شعري بعدين يطلع لكن اللي أطلبه منك أنك ولا هو توجيه لكن تحريص أنك تكمل على الطريق اللي أنت فيه لأنك كونت قاعدة جماهيرية في تواجدك في البرنامج يا رب لك وجماهيرك تبي تسمع منك وحنا نبي نسمع منك ونبي نشوف جديدك. هو وصل 100 أنت وصلت 100 مليون ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. عمر من هذان حبيب قلبي من كل قلبي والله العظيم اني اتمنى لك التوفيق والنجاح. والله ما لحقني شك يا حبيب قلبي. قسم لا مو قسم بيت الله يشهد الله اني نصت ابو هذان. طول عمرك يا ابو العافي. من الاسهام اللي قلنا الله يشهد الله ان خروجه خساره على البرنامج. البرنامج ناجح بكم ان شاء الله. والله انك اكبر من الكلام واكبر من الشعور واكبر من مرمى بن هذال اسم اثبت نفسه بنفسه تكبير ناجح من قبل البرنامج. دخولك في البرنامج ما هو لزيادة نجاح. يقول انت على ما قال النجاشي اخواننا كبار انت وابو عنزي ولا يهولنا الشباب اللي ناخذ منهم الشعور فيك الكبير وصغير وفي شعر وفي غيره. فقدنا احد اعضاء غرفتنا الغالية. غرفتنا منكوبة هذه. قبل فقدت. قد علمتك. إني قد علمتك. الغرفة المنكوبة. إي والله. الغرفة المنكوبة. سم. لكن نفقد والله سوالفك أبو هذال. الله يحملنا كل يوم. لكن اللي هونها علينا طال عمرك. ما بقى إلا أسبوع إن شاء الله ونبي نشوفك بإذن الله. بإذن الله يا أبو العافية. الله يوفقك. وبجيب لك سن معي. سم. بجيب لك سن. الله يوفقك يا عبد الرحمن. الله يوفقك يفتح لك ابواب النجاح يجزك من حذرات تحت سبب هذا ان شاء الله ما عليك خوف. اللهم حصاننا. اللهم امين. اللهم امين. اسال الله ان يوفقك يا ابو حمود. ابو حمود تعقيبا على كلامه ابن مريم ما دريت ابو حمود ايش تنهي بيرضخني. اسلم يا عود خحصه. ابو مشعل سم الله يوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب. انت مبدع وقدمت الكثير وباقي عندك الكثير وهذا على مستوى الموهبة وأمورها. أما على المستوى الشخصي فأشهد بالله نكون عمل خوي ونعمل رجل. مواقفك معنا كلنا ومعي أنا شخصيا وأنت بخصبها خاصة تحت البث. ما
فالله يوفقك يا ابو مشعل ويسهل دربك ويرزقك من حيث ما تحتسب. اللهم امين ويطول عمركم ويوفقكم بعد ما تحب. الله يوفقك يا عود. كلمتك يا عود. لا اخوانك باقي العيال ما يجوا. خلي العيال كلهم يجوا. من اللي طلع؟ طلعوا بيعودون ذا الساعه. خلنا نادوهم. نادوهم هناك. ملاك هذول اللي هي الموجودين. ارفع صوتك ودين عليك. خلنا نسمع. لا والله انت فيكم الخير والبركه. اللي بقوله والله اني صادق. اللي بقوله يا ابو هدال والله انك نجم، وفي اي مكان انت تجي فيه يا رب لك الحمد. انت اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. والله اني خابر اللي في صدرك يا ابو سامي، ولا لحقني كلامكم كله والله العظيم انه هو النجاح، هو المركز بالنسبه لي. بس باقي العيال وينهم؟ بيجون ذا الساعه راح يجيبون حاجه من الاداره. ها عطنا شيله لين يجون. شيله؟ ايه يوه. عاش والله. انت ابو هذال والله ما عليك خوف. الحمد لله. والله اني صادق. ولا عليكم خوف. والله ما عليك خوف، ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا عليك. انت نجحت. وبتروح نقاها 7 أيام ولا 5 أيام. وبعود لكم. ما يعتاد. ماكو فكة. ما عودت، رحنا نجيبك. بيض الله وجهك يا ابو حسن. وجهك يا عود. اسلم. ان شاء الله. الديرة طال عمرك جبنا من العيش الاتخاب الفتوش والكبه المنتو يغمش ترى هذه اكلات العتبان. عشت العتبان هذه تفكه جبنا منها. ايش مشتاق للديره؟ عندنا كبه ومنتو يغمش يا حياتي فتوش ابي اجيبها لعبد الرحمن بتشوف. صح انت غيب جو ام الدوم وادي بسر مشاوي احلفان والموي. الله يوفقك ابو هذا. الله يجزاك. سهل دربك. اللهم امين. الوعد في الحوية بإذن الله. أنت لا تروح الحوية إلا أنت ماخذ المركز هنا. شد حيل. الله يكتب الخير. ودق إلا عاد تحط خلك بالسكسوكة بالريالتية. أبشر بسعادك. ريالتيك بالسكسوكة ما في حكا فايدة. أبشر والله بسعادك أبو هذا. لا حول ولا قوة. إيش في خاطرك يا عود؟ باقي أحد من العيال؟ ما علي. من اللي باقي؟ فهد. مشغول. خليفة. وش عنده؟ عند الإدارة. الإدارة. عطنا ما في خاطرك. من اللي كان هنا؟ أول شيء الحمد لله على كل الذي لا يحمد على مكروه سواه، فالحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه. إن الله وفقنا إن شاء الله بالجهة الطيبة هذه وبالإدارة وبالناس الطيبة، فهذا فضل من الله كبير، وأسأل الله إني أحمده وأشكره حمدا يليق به. حنا جلسنا 77 يوم فيها الصح وفيها الخطأ وفيها المداحم وفيها المنافس وفيها المطالب وفيها المهاوش، وهذا شيء طبيعي. الحصن تصاهل والحصن تداحم. هذا طبع الرياجيل من خلقة الدنيا. كم من رجال حتى أخوه مر الرياجيل الحصن اللي يطمرون الزلة ولا يعانون فيها ولا يلتفتون. هذا والله الكلام. أنا ماشي الحين ولا ندري عن أقدر الله. أول شيء اللي في خاطره شيء ولا لا حد يجامل على حساب نفسه. اللي بيجامل ترى والله ما هم مسموح، والله ثم والله إنه ما هم مسموح. اللي في خاطره شيء علي ولا أخطيت في حقه يوما ما بقصد ولا بغير قصد، يقول يا فلان أنت أخطيت علي في كذا وكذا، أما أعطيته عذر وعذرني ولا والله اللي يبشر بالحق وما يلحق. أبو سلام. هم الأخوان ذا الحين لا صاروا متقابلين وجميعا في مكان، ولا الأخوية يأتي بينهم مشاكل الدنيا، يأتي بينهم وش أقول بعد كله، ولما واحد منهم شل عفشة هنوا يقفي تباكوا عليه ذا اللي وراه كلهم، حتى لو إن في خطرهم ما في خطرهم، هذه تصير في كل مكان. أهم شيء النوايا والقلوب صحاح. تقولوا شيلتكم إن في خاطر أحد عليك شيء. النوايا طيبة. لا بالله اللي في خاطر شيء علمني يستحي منه بده. أنت تشوف وجه الرياجيل. واللي في خاطر شيء رياجيل تراها أمانة الله يقدمه، أما تعذرت منه عذرا يجملني عنده وعند الناس اللي يحبونه برا. مجمل يا ابو مشعل. ولا قلت لها ابشر بالحق وما يلحق. واسال الله اني بيحك وكل ذا الربع بايحينك وكل منا يزل على الثاني. الله يبيض وجهك. هذا طبع الدنيا وبن ادم. ها الحمد لله. هالشيء الثاني انا ابي طلبين، اول طلب منكم، ثاني طلب من المخرج اباظه. ها سلم. اول طلب في 500 خطوه جيتني اولها. ها
أبيكم تدشنون. أبشر الله أبشر بسعد. تدشين إن يليق فيها. على والله خشم. بس بدون حرق أبوه هذا. ها؟ والله إن ندشنها لك بكرة. صب عليها عسل. 500 خطوة. ها في وجهي. أبد عندي أنا وزعيزي. بيض الله وجهكم. والله ندشن. بيض الله وجهكم. 500. إيه 500 خطوة دشنوها حتى لو إني ماني موجود هي موجودة. أبشر بسعد. الطلب الثاني. الطلب الثاني. عاش والله. هوية. هوية. عطنا عاش والله يا بابا الله لا يهينك بما اني مساعد مساعد العمدة مساعد العمدة وجه عاش والله يا بابا وارفع الصوت لاخر شيء بعدين اقول ابو هذال حس بابا قلبه قوي كيف يشغل لك نشيد حزين انت اللي كاتبه في وداعه الحمد لله وما قصر ابو عنزي وهذه حاله الدنيا ان شاء الله هو اللي بكانا كلنا لا هبت لا العهد لا هبت كل بكانة 77 لا هبت لا العهد إن شاء الله من الحاسيس والمشاعر أبو هذا الله يوفقك يا أبو هذا اللهم آمين الله يوفقك عبد المجيد وين والعيال وين جاي. حتى لو نحن نتزاعل وياتي بنا الشق والبعد هذا طبع الرياجيل من خلقة الدنيا أقسم بالله إن كل بينا كل واحد منا كاسب من الثاني يا محمد الرياجيل ما هب الرياجيل ما هب ما هب ما هب ما هب غنم ولا هب بهم يتقاد على كل رجال في رأسه شور وكل زور فيه شور ليضاقه رجل هذا طبع الرياجيل يا مال الشحم يتزابدون ويتداحمون لكن اهم شيء الخواطر والقلوب اصحاح هذا هو المهم ولا مداحم الرياجيل يبي يحصل واحد من شيباننا يقول للرجال اللي ما فيه لا حمراء ولا سمراء عقبه الرجال اللي ما فيه عوجة ما هو رجال لازم من الرجال يجي فيه كذا ويجي فيه كذا الرجل بيروحون دائما كذا لا يضيقون على بعض ولا يستانسون هذا مستحيل والله لازم نهايتي ملاز وياتي وناسه وياتي ضيقه وكل يصدم الثاني ويعودون على بعض هذه الدنيا طرات الحياه والله انه صدق زينك والله الامور اللي تجي بين الرجل فيهم خير هذا والله الكلام ما تبطي يطمرونه شد واذا ما دمحت ما عشت هذا هو ابد خويك امشي وادمح ولا اهم شيء لا توقف عن شيء وكلنا جابنا كلنا جابنا السلال كله يا رجال والله انا تصير اهم شيء ضرب الضبور مسامحين لي ملك جعل والله الضبور انا ما سامحتك يا ام هفا ابشر والله بالحق والله يا مره ضربتني ضربه اني كحيت والله ما ادري انك جبت هشمنا اعطى واحده وانت ماشي لا اني تقاضي ذليل بقسته والله بقسته يا حبيبي ابشر هو الظاهر ما سمع كلامك المخرج يعني بروح لما قل بس مره واحده وبعدها شغل خلنا نبكي قل البسه نبي نبكي قل وعد ان البسه نبي نبكي بس خلنا نفرح ولا البسه يبي حصل الله يوفقك هذا ركان ابن هذال موجود حي والله على الحجاج حي والله راسه ابي اعطيك الريالتي حق الاسبوع هذا يا ابو ملاي ايوه طالعنا التدشين دش تكفى يا ابو ملاي نبي تدشين ما في الحكفاء بكره نضبط وضع انا وانت ونايف ولا يهونون الرب يا اخوي والله النبتي قصدك البسه والله لبتي والله بس عطناها 10 دقائق ثم والله نبي نبتي لين تسمح هاتها عشر اخر طلبه يا رجال لا مو بعشر والله عطنا الطيب اللي ولا الطيب اللي الطيب اللي خلاص ولا البسه قلنا بنبتي كلنا حزين ما نبي لا قلها البسه تمام بيض الله وجهك يا بابا كلنا بكاء الزمان يزيد ادخل يا ابو ملهي في الاحجاجك وانا اخوك قبل ما نلعب يا ابو ملهي تذكر وعدنا انت هقوابه انا اسميها جرايم كسره الظهر لا والله والله العظيم اني اقولها صادق ما عاش والله يا ابو ملهي وياك على الستيج ابو مشعل موكلنا اول من الاولات موكلنا امري لله سبحانه وتعالى والثاني اللي تقفى يطعم السلامه اللي كان حاط بين عيوني انك من الراجعين وانك تستاهل الوجود هنا يا ابو مشعل لان عندك الشيء الكثير اللي تقدمه ومجمل في كل شيء يا ابو مشعل في كل شيء ابو وصيك وصايا يا ركان شوف انت لان جلست مع الرجال هذاله والله تبلش لكن نبي نغير الكيلونات وعندك عادل هيف اذا جت صلاه تبلش معهم في الخطوات قفل عليهم البيبان وروح صلي لحالك وعود لانك والله البرايم الجاي لما سويت هالحاجه هذه اللي نشوفك في البرايم الجاي ركان ولي هنا ابو هذال البقاء لله سبحانه لا اله الا الله من الدنيا بكبرها خل عاد برنامج حتى من الدنيا طنق طنق واحد واحد هو ما عاد خل عاد البرنامج ما عاد بقى شيء البرنامج او نحمد الله لما ما نطلع منا ان شاء الله الاسبوع الجاي انت يا ابو ملاهي انا علمتك وش الاسبوع الجاي ما بطالع بيطلعونه بس بيقعد من البرنامج رسول
نعم اي والله. المهم ان الرياجيل موجوده جايزه في الاحجاجك يا ابو ملاحي. كل ابوني اللي تشوف ترى كل ابونا عمر بن هذا. الله يرفع قدرك. الله يخليك. في الاحجاجك امر الله هذا. ايش هاش راسك؟ انا طلب حق طال عمرك. ابشر والله بالحق يا بعد راسك. انت رجال طال عمرك ختم على 77 نهار. خطفت قلوب الرجال هذول اللي تشوفهم كلهم وتظهر بقلوب ولا بجلس بدون قلوب. خددت حموري تقبل يا عبد الرحمن مو كذا. تخيل ريالتي بدون قلوب. ريالتي بدون قلوب ما يصلح. ريالتي لما جاء من قلب ما بريالتي. رأسي والله. ما عليك زود يا عبد الرحمن. لبيه. وشو؟ لا اله الا الله. هذا حبيب ابو البراء. يبا والله ذا الخشب. الله يسلم. شلون؟ لبيه. الاول انها باختي سمعت مني يا بعد تبدي والله ان ابن فقدك فقدته ما يعلم غير الله. لا اله الا الله. ما تدري قال ان شاء الله هنا قريب قريب. اي والله قريب. هاي محمد بيشغلها ولا نبي بيشغلها ولا غنيت انا ذا الساعه قلت الاسبوع الجاي وانت جاي من الديره طال عمرك جبنا معك من اكل العتبان جبنا فتوش ترى ما يعرف اكل العتبان.